بعض الناس واحد يقول لي هو نروح لسيدنا الحسين نزوره ده صحيح؟ قلت له صحيح. قال لي بس دول هناك بيشركوا بالله. قلت له ازاي بيشركوا بالله؟ ازاي انا اتمنى اروح لسيدنا الحسين ما بشوفش ما فيش مشركين. اي شرك؟ قال لا بيسجدوا القبر. قلت له لا ما بيسجدوش القبر، انت رحت؟ قال لي لا ما رحتش بس حد قال لي. قلت له لا كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، روح وشوف انهم لا بيسجدوا ولا بيعملوا ولا كذا الى اخره. مره زارني احدهم من احدى البلاد الشقيقه، وبعدين كان مولد السيده زينب رضي الله تعالى عنها، وهو له هذا التوجه في الانتقاد للصوفي. فلان انا عايز اروح المولد اشوف ما الذي يحدث فيه، على اساس انا عرفت مخه انه هو بيبحث عن الشركيات وكذا الى اخره. فرحنا فوجدنا امه لا اله الا الله هناك، وجدنا الخدمه، الخدمه دي عند الصوفيه ان هم يوكلوا الناس ويعملوا لهم شويه اكل وكذا، قيام كده هو مرصوصه جنب بعضها يوكلوا الناس، علشان قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فنزل وبعدين تأمل كده، فبقول له ها يعني مظاهر الشرك واضحة. فهو قال لي أين هذا الشرك؟ طب الحمد لله، الحمد لله انه مظاهر الشرك مش موجوده اصلا. قلت له يعني شوف الناس دي اللي هل دول بيطعموا الطعام. قلت له طب امه لا اله الا الله دي جايه ليه يعني؟ قال لي جايين للزياره. كنت نهيتكم عن زياره، هو اللي بيقول عن زياره القبور الا فزوروها. قلت له الله يعني ما فيش شرك؟ قال لي ما فيش شرك، الذي نسمعه لم أرى. طيب ده حكيم وعاقل والأمة هتجتمع كده من غير أي حاجة. فاللقاء يذيب الثلج، يعني لما أبقى أنا سمع عن قصواء ولاقي في قلبي حاجة ضدها كده، وبعدين ألتقي معاها ونتكلم ويتضح أن قصواء دي بنت حلال كويسة حلوة وانه ما فيش ومستلج يزوم. فالعلاج بتاع القضيه دي ان احنا نجتمع ونلتقي، وبلاش حكايه التسامع ده، لان في ناس بتنفخ في هذه النار من غير حق.